أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق السعودية والكويت، والبداية بأبرز العناوين. خسائر جماعية في مؤشرات البورصة المصرية بعد سلسلة من الارتفاعات. بورصتا السعودية والكويت يغلقان على تراجع ملحوظ مستهل تعاملات الأسبوع. بدء اكتتاب المستثمرين في أسهم نفوذ للمنتجات الغذائية بالسوق السعودية. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث استهلت البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعي في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.983 مليار. وهبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 1.97% ليغلق عند مستوى 14843 نقطة. فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 0.95% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة المصرية لخدمات النقل بنسبة 13.91% ليغلق عند 3 جنيهات مصرية. يليه سهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 7.74% ليغلق عند 16 قرشا فقط. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة بلغت 7.25% ليغلق عند 146 جنيها. بينما تصدر أسهم الأكثر تراجعا سهم شركة الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 6.55% ليغلق عند 6.56 جنيهات. مشاهدينا، لتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. مرحبا بكم على قناة أزاري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وأستاذ المشاهدين. أهلا بك فندم. البورصة المصرية شهدت اليوم تراجعات جماعية، نبدأ من المؤشر الثلاثيني والذي أغلق على انخفاض كبير، ما تحليل حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة يمكن الجلسة الثانية على التوالي اللي بيتراجع فيها المؤشر الرئيسي بجني أرباح وجوبي على الأسهم القيادية، ده كان بسبب طبعا مبيعات العرب والأجانب لجني الأرباح. ولكن الشيء الإيجابي النهاردة قيم التداولات لم تصل للمليارين، في حين بنجد في الجلسات الصاعدة والجلسات الصاعدة بقوة قيم تداولات كانت شرفت على 4 مليارات في الجلسة الواحدة. من المؤكد أن المؤشرات المصرية وخاصة المؤشر الرئيسي EGX30 شاهد ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. هو يمكن بيصعد من شهر يونيو الماضي، ولكن في خلال الثلاث شهور الأخيرة وبالتحديد من يوم 18/9/22 والنهارده 18/12/92 طلع من 9763 نقطة إلى النقطة اللي قفلنا عليها النهارده 14843 نقطة، يعني صعود بحوالي 60% خلال 3 شهور. وده طبعا بعد تخليص بعض مكاسبه اللي وصلته لقمة جديدة منذ ما قبل كورونا عند 15600 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضي. صحيح. فطبعا من الطبيعي والمنطقي والصحي أننا نجد عليه بعض من جني الأرباح بعد هذا الرالي السعودي، وده المفروض أنه غير مقلق بالمرة، لأننا والحمد لله أصبحنا في ترند صاعد على كافة الأجال القصير والمتوسط والطويل،
ولو كان جني الأرباح حتى يصل لمستويات أقل من كده شوية هيكون غير مقلق برضه، وبيعد من بتعد هذه التراجعات فرص شرائية على الأسهم القوية والأسهم القائدة في المؤشر التلاتيني. نعم بنجد أن التجار الدولي صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر صعد من أقل نقطة ليه بعد التوزيع المجاني اللي كان وصل بيها ل 24 جنيه 24 جنيه ونص، ارتفع خلال الأسبوع الماضي لمستوى 48 جنيه، يعني بحوالي صعود 95% وده برضه بيأثر على المؤشر في الصعود، وهو برضه حاليا اللي بيأثر على المؤشر في الهبوط بجني الأرباح على السهم المايسترو في المؤشر اللي تراجع أمس بحوالي 1.5% والنهارده 2.8%. نعم فما فيش أي قلق من التراجعات دي. يمكن الرئيسي عنده دعم دلوقتي حاليا عند ال 14500 نقطة 14380 نقطة، واللي وصل ليها وارتد منها واللي إذا وصل ليها يعني وارتد منها هيكون فرص شرائية كويسة جدا على الأسهم القائدة. أستاذ أيمن، بالحديث عن المؤشرات، ماذا عن المؤشر السبعيني والذي انخفض أيضا لكن بوتيرة أقل من الثلاثيني؟ يمكن المؤشر السبعيني النهارده شفنا جني ارباح برضه على معظم اسهمه بعد رالي الصعود اللي شافه خلال الجلسات الماضيه، ولكن هو من الاول الاداء بتاع المؤشر السبعيني يمكن هو الافضل خلال الست شهور اللي فاتت من المؤشر الثلاثيني اللي اداؤه جيد برضه. بنجد النهارده المؤشر السبعيني كان تراجع خلال تداولات العام باكثر من 35 40%، النهارده هو على اساس العام من بدايه يناير صاعد بنسبة 24.6% بإغلاق نعم. اليوم، نعم. واللي بيتساوى في الصعود مع المؤشر الثلاثيني اللي ما شهدش التراجعات الكبيرة اللي على المؤشر السبعيني في بداية العام. وبالتالي بنقول إن الأداء بتاع المؤشر السبعيني أفضل شوية، وده لاختلاف استراتيجية التداول بتاعة الأفراد عن المؤسسات. وبالتالي بنشوف بعض الصناديق الاستثمار ابتدت إن هي تشتغل على الأسهم السبعينية اللي بتحقق أرباح قوية وأرباح سريعة خلال الجلسات. صحيح. المؤشر السبعين يمكن ارتفع ببعض الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية بنسب تراوحت ما بين 50 و80%، ومنها الأسهم اللي صعدت خلال الفترة الوجيزة الماضية يمكن خلال أسبوعين ثلاثة اللي فاتوا بنسبة 100%. وبالتالي برضه بنقول إن ده شيء طبيعي جدا يكون في جني أرباح. المؤشر السبعين دلوقتي عنده يمكن دعم قوي عند منطقة ال 2720 نقطة، ويليها منطقة ال 2615 نقطة. وبنكرر للسادة المشاهدين ومستثمري البورصة إن الانتقائية الشديدة مهمة جدا دلوقتي على أسهم كلا المؤشرين في حالة التراجعات، والتراجعات العنيفة دي فرص شرائية جديدة، وبالتالي لازم يكون عندنا سيولة في المحافظ علشان نقدر نقتنص هذه الفرص مع هذه التراجعات. صحيح. أستاذ أيمن، بعد إقرار صندوق النقد الدولي اتفاق القرض الجديد لمصر، كيف سيؤثر ذلك على أداء السوق خلال الفترة المقبلة؟ يمكن الموافقة على القرض دي طبعا نقطة إيجابية في صالح الاقتصاد الكلي بصفة عامة والاستثمار بصفة خاصة، لأن ده هيسوق للدولة كما أعلن حوالي 14 مليار دولار علاوة على بالتأكيد. مبلغ القرض صحيح. المقيم ب 3 مليار دولار، وده من شأنه انه يحدث انفراجة كبيرة للفجوة التمويلية الموجودة حاليا واللي بتأثر تأثير بالغ على تذبذب سعر الصرف اللي كان غير مستقر خلال الفترة الماضية. يمكن هو مستقر في البنوك، يمكن بيصعد او التذبذب بتاعه منخفض جدا في البنوك، ولكن بنجد مش بس السوق الموازي اللي بيكون فيه الدولار عند سعر اعلى بكتير من سعره الرسمي، بل وصل خارج البنوك الى مستويات عالية جدا، الا ان السلع كمان وخاصة المستوردة مقيم فيها سعر الدولار بأكثر من السوق الموازي بكتير وأكثر من السعر اللي موجود في البنوك بكتير، وده نعم. عامل ارتفاعات كبيرة جدا في أسعار السلع وقطع الغيار ومواد المواد الأساسية وخامات الصناعة. ومع البدء في تسليم الشرائح المتتالية من قرض صندوق النادي الدولي والتمويلات الأخرى اللي بنيت على هذا على هذه الموافقة وعلى هذا القرض، بيكون طبعا هيكون ليها أثر إيجابي كبير جدا في استقرار سعر الصرف وبداية لتمويل استيراد خامات الصناعة وقطع الغيار وتشغيل مصانع توقفت لهذه الأسباب خلال الفترة الماضية. وبالتالي ده هينعكس على الشركات اللي موجودة أو المقيدة في البورصة
هيخفف الضغط عن الجنيه، وهتبدأ صحيح. الشركات توفر الخامات المطلوبة ليها، وتبتدي المصانع انها تشتغل، ويبتدي الاستقرار في سعر الصرف. دي حاجة. الحاجة الثانية ان احنا عندنا المستثمر العربي والاجنبي بيكون بيهمه جدا سعر الصرف، انه يكون مش مهم يكون كام، ولكن بيهمه الاستقرار في سعر الصرف بالتأكيد. علشان يضمن ان في المقام الاول ان الاستثمارات بتاعته هيقدر ان هو يجني ارباحه او يطلع بالارباح بتاعته بنفس سعر الصرف اللي دخل بيه، لضمان تحقيق الهدف بتاعه من الاستثمار في البورصه او خارج البورصه. صحيح. وبالتالي هنلاقي ان في دخول اجنبي ودخول عربي اكتر خلال الفتره القادمه، مع بدايه استقرار سعر الصرف اللي مبنيه على هذا القرض. صحيح. أستاذ أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. وعلى مستوى السوق السعودية، فقد أنهى المؤشر الرئيسي تأسيؤل جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10251 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية ملياري ريال سعودي فاصل 866 مليونا. وجاء سهم شركة نسيج العالمية التجارية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.96% ليغلق عند 43 ريالا سعودي. تلاه سهم شركة دور للضيافة بنسبة 9.92% ليغلق عند 21 ريالا سعودي. كما ارتفع سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بنسبة 8.78% ليغلق عند 10.16 ريالات. بينما تصدر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5.51% عند 12 ريالا سعوديا فقط. وعلى صعيد الطروحات، بدأ اليوم الأحد اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 288 ألف سهم، وذلك من أسهم شركة نفوذ للمنتجات الغذائية، والتي من المقرر إدراجها في السوق الموازية نمو بنسبة تمثل 12% من إجمالي أسهمها بالطبع. وتم تحديد نطاق السعر ما بين 135 و150 ريالا للسهم الواحد. وستستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 5 أيام عمل، لتنتهي يوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر الجاري. أما في السوق الكويتي، فقد استهل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت الأسبوع على انخفاض أيضا بنسبة بلغت 1% عند مستوى 8087 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26 مليون دينارا. وجاء سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 0.75% ليغلق عند 0.80 دينارا. تلاه سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بنسبة 0.53% ليغلق عند 0.18 دينار. تلاه سهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات بنسبة 0.49% ليغلق عند 0.81 دينارا كويتي. بينما تصدر سهم شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 3.26% ليغلق عند دينار فاصل 15. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى لقاء جديد غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم، رنا العويضة.